كيصيفط لك لي فيزات من بعد 6 شهور، كيصيفط كيخرج لك فيزا كتمشي كتسافر على اوروبا. الاول بعد الاستشاره كنديروا 200 درهم غير باش تستاشر وتعطيه 200 غير باش يشرح لك وداكشي. ابخي كتخلص ديك 5000 وكيقول لك من بعد كل شهر كتبقى تخلص 1,020,000 1,040,000 ريال، كتبقى تخلصها كل شهر. من بعد من بعد 6 شهور كيدفع لك الفيزا. دونك حنايا قبل هاد 6 موا جينا وقفنا على حقنا. قال اولا بعدا ما كيجاوبوناش، من بعد ملي خلصنا ديك 5000 ما كيجاوبونا ما حتى شي حاجه صافي وهذا ما كيجاوبونا ما حتى شي حاجه. وجيت اضطريت انني نسافر من بلاد بعيد لهنايا، وجيت وقفت على حقي وكنغوت وداك الشيء، والحمد لله رجعوا لينا فلوسنا اليوم، اللهم لك الحمد. نوصل للشباب انهم ما يطيحوش في هذا المشكل هذا اللي طحنا فيه حنايا، لان شباب مسكين بزاف، كاين اللي كيجيبها مسكين ما عرفت منين وكيجي يحطها لهذا السيد هذا اللي كينصب عليهم حشومه عليه. كنصح الشباب ما يديروش شي حاجه حتى يسولوا ويعاودوا يسولوا ويعاودوا يسولوا، ما يطيحوش في نفس المشكل اللي طحنا فيه حنايا. وشكرا. واحد الورقه قالوا لك سيروا غاليزيوها، ومن بعد رجيبوها لينا. مشينا كانت كاتباها غير بيديها، من بعد رجعنا قالت لك لا سيروا عند كاتب عمومي وديروها وغاليزيناها. ابخي بقينا كنتسناو، تسناو الاستاذ حتى يجي. المهم حنا داك الاستاذ ما شفناهش. من بعد يلاه دابا شويه اللي عطاونا الفلوس، يلاه دابا شويه اللي دخلت عندنا وعطاتنا الفلوس. قالوا لكم عطوكم النص ورفضتوا. وي قالوا لنا نعطيكم النص ورفضنا ما بغيناش. ومن بعد قالوا لنا صافي ماشي مشكل، ولاو عطاونا الفلوس ديالنا كامله الحمد لله. شكرا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي كان موضوع النقاش الهجره الى اوروبا بطرق جد ملتويه، معايا ام اناس. الامنيه ديالها انه تيتفرح بالابن ديالها، يصنع القرار في حياته في امور ايجابيه، الا انها كتصطدم بواقع اخر. تبعوا معايا. انت اليوم جيتي باش تاخذي فلوسك كتعاودي معايا، كيفاش مشيتي انت وانس النهار الاول عنده؟ لا اولا بابا هو اللي لقاه في خدا عن طريق اليوتيوب، خدا العنوان وداك الشيء وجينا. صافي ملي جينا طلبنا الوريقات، حنا باش تقنا لقينا داك الشيء كلشي زعما كاع الوريقات اللي طلبنا من داك الشيء قانوني. جبنا ليه الوريقات، دفعنا ليه تصبيق من الفلوس اللي طلب لينا، حيت حنا اصلا دار معنا غير 200,000 ريال، ما دارش معنا اكثر. دفعنا ليه 54 اصلا 4,000 ريال ديال تيقول لك ديال الاستشاره، ودفعنا 50,000 ريال هي 54. صافي ملي المعامله اصلا ملي دفعنا الوراق وداك الشيء ما عطاناش التوصيل، ما عطاناش حتى شي حاجه كتدل بانه خدا الفلوس، بانه مكتب بعنوان داك الشيء مضبوط، لا ما كاينش. صافي ملي دخلنا الشك جينا باش خدينا فلوسنا. شحال هادي باش دخلتوا لعندو؟ دابا هذا شهرين. قلتي لي في الكلام ديالك الوثائق اللي طلب منك كانت وثائق قانونيه. شنو هاد الوثائق القانونيه اللي انت دفعتي ليه اللي قال لك هو جيبيها؟ شنو هي؟ رولو فيت نوت ديال الباك وديال السونتر، سميتو ديبلوم ديال السونتر، ولا ليسونس جبناها من لافاك كلهم مسدودين، وديال الباك تا خديناها من المدرسه مسدوده ديال سميتو الجوا بالنقاط ديالو. صافي السي في وهادشي هو اللي طلب. ما طلبش ليكم كيفاش الكونت يكون مرواج وهادشي؟ لا قال لينا لا ماشي هادشي، حيت هادشي مشى قال لك على حسب نقاط، هو اللي كنشرح. دولة فين كنتي انت بغيتي تصيفطي؟ لكندا. وقال لكم المبلغ هو 5,000 درهم. هو 5,000 درهم. 5,000 درهم غيمشي لكندا هو؟ يمشي لكندا. من بعد لقيتي الامور ماشي هي؟ ماشي هي، هذيك جيت خديت فلوسي، الحمد لله عطاني فلوسي. كنت مشيتي لعندو واخا مشيتي لعندهم دغيا حل معاكم مشكل قال لك هاك فلوس؟ لا ضل لي اليوم، احنا راه من الصباح وحنا هنايا ما كتلقاش اصلا. شنو الشروط باش عطاك فلوس؟ شنو درتي باش عطاك فلوس؟ لا انا اصلا قلت ليه يا اما غادي نريكلامي بيك اولا غادي نجيب لك قناه باش الا ضعت انا ما يضيعوش وليدات اخرين. صافي هادشي هو باش عطاني فلوس. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا ام اناس الامنيه ديالها امور ايجابيه للابن ديالها انه تا هو يمشي لاوروبا، الا ان الامور خدات مجرى اخر. اناس كان الامنيه ديالو يمشي لكندا، 5,000 درهم مجموعه من الوثائق. ما هي منهجيه الاشتغال ديال هذه الشركه؟ هناك مؤسسات مختصه للبحث اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.